مسلسلات رمضان هاي السنة حلوة مشكلة منوعة وترضي جميع الأذواق. عندنا مثلا مسلسل الحشاشين. مخدرات يا ولدي، مخدرات، ما عرفت أربيك أنا. لا يبا، مسلسل الحشاشين ما لها علاقة بالحشيش. وتكذب بعد، تكذب. اطق ولدي يا جاسم، اطق ولدي، طلقني طلقني الحين يا جاسم. انت طالق. طلقني، تهون عليك العشرة، العشرة والحداش بعد. لا جد، المسلسل ملوش علاقة بالحشيش ولا بالحشاشين ولا بالتاريخ. هم طالعين عمر الخيام انفلونسر مؤثر، كان عنده صفحة انستغرام. طب تعرف ان قبر نفس حروف قرب؟ خلينا في قبر. بعيداً عن مسلسل الحشاشين، عندنا مسلسل أعلى نسبة مشاهدة. هذا مش وصفه، هذا اسمه، هو هيك اسمه، أعلى نسبة مشاهدة. المسلسل بحكي كيف شبكات التواصل الاجتماعي بتوقع الشباب والبنات في فخ الشهرة والمال إلخ إلخ إلخ. هذا الإشي بيخليهم يمسوا بقيم الأسرة العربية، وهالشي بيخليهم يروحوا على السجن. وعندنا كمان مسلسل زوجة واحدة لا تكفي. هذا المسلسل عامل جدل، ليش ما بعرف، أنا ما حضرته بس واضح من الاسم. خالدي ضروري تحضر المسلسل. تمام تمام، خل بمسح. زوجة خالدي البولندية حكت معي. شايفين كل هاي المسلسلات اللي حكينا عنها كلها ما بتهمني وما بتعني لي، جاي احكي عن مسلسل واحد، باب الحارة. لا بمزح، مسلسل لانش بوكس. نيكولاس احكي عربي، احنا عرب. هو هيك اسمه المسلسل، لانش بوكس. شو اعمل؟ طيب مسلسل صندوق الغذاء. في هذا المسلسل طلع مشهد اثار الغضب والاستياء والاشمئزاز في نفوس الشباب والبنات على شبكات التواصل الاجتماعي. شو قصة هذا المشهد؟ شوفوه. انا كنت جاية اسال على حد بيشتغل عندكم هنا اسمه يوسف او ياسين، أشقر كده شعره كيرلي وحلو. أشقر شعره كيرلي وحلو؟ قصدك ياسين. اسمه يوسف وأشقر وشعره كيرلي وحلو. أنا وين سامع هاي الجملة قبل؟ وين؟ يوسف شعره كيرلي وأبيضاني. مش شوي غريب وعيب وحرام وما بيصير ومش لازم ناخد جملة ترمز لقصة مأساوية حقيقية صارت في غزة ونحولها لإفيه وحبكة درامية نحطها بمسلسل؟ مش عيب؟ عيب أحول البرنامج من سياسي ساخر لتربوي، أقعد أربي، عيب. طب ما هو المسلسل مسروق، تهبدوا من عندكم ليش؟ تعملوا إضافات مسروقة من مكان تاني ليش؟ المسلسل مسروق من مسلسل أمريكي تاني اسمه Good Girls، وما حدا يحكي لي احكي عربي، مسلسل أمريكاني، الفتيات جيدات. ما هو مسلسل مسروق، ترجموا وانتوا ساكتين. الكاتب تاع المسلسل طلع وبرر، حكى أنا مليش دخل، أنا مصدقك، أنت فعلاً مالكش دخل، ما أنت سارق النص، أنت مترجم، مالكش علاقة بالنص. المخرج حكى ما انتبهتش، طبعاً من إمتى المخرج وظيفته ينتبه؟ المخرج لما يحكي كات هيك بحكيها فلسفة، زناخة، بياخة، برادة وجه، فوقية. الممثلين والممثلات طلعوا حكوا ما قصدناش، ما قصدتوش، إحنا مسكناكم عم تشربوا مي نسوة في رمضان، خبطتوا بكتفي وأنتوا داخلين على الأسانسير ما قصدتوش، والمصور وين كان؟ نايم؟ خبير الصوت شو كان بيعمل؟ عم باخذ سيجارة وقت تصوير هذا المشهد؟ تبع الإضاءة، الضوء كابس عيونه ما شاف المشهد؟ المونتير ما انتبه كان بفصفص بزر؟ طب الرقابة، الرقابة وين الرقابة؟ ولا أي إشي لا يمس بجهاز سامسونج بمرق عادي. ما انتبهناش، ما قصدناش. عيب! بدل ما كل واحد فيكم يرفع إيده، اطلعوا اعتذروا اعتذار لائق لأم مكلومة جرحتوها في شهر عيد الأم، أم يوسف. 7 سنين شعره كيرلي أبيضاني وحلو. على كل حال، بمناسبة عيد الأم، كل عام وأمهاتكم بألف خير، واللي خسر أمه الله يرحمها ويصبرك. أما بالنسبة لجماعة لانش بوكس، المرة الجاي ركزوا، لأنه مشاعر الناس مش لعبة، مش نكتة، مش كل إشي بزبط ناخده ونعمله إفيه. على سيرة مش كل شي بيزبط يكون إفيه، خلونا نشوف مع بعض هذا الكوميدي الإسرائيلي الكتير مضحك ومهضوم وخفيف الدم، حيعملكن هستيريا من الضحك، صريخ من الضحك. وأي حدا ما بيضحك ما تنسوا بتطلعوا معادين للسمية. تسبيغوا لي كم متمتمين צריכים להיות אנשים בשביל לראות מצנח עם ארגז יורד מהשמיים ולהגיד זוז 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 אני לבד אני לבד זוז זוז תן לי רגע תן לי תן לי תן לי דלדרני דלדרני
دوري دوري تغني. مين ضحك ومين معادلة السمية؟ عزيزي الكوميدي الإسرائيلي اللي ما بنعرف شو اسمك أصلا، بدك تعمل كوميديا، تعلم الكوميديا من ملك الكوميديا. بدك تخفف دم، تعلم من ملك خفة الدم. ولا مش نيكولاس، قبل ما تقلي عم بحكي عن الكوميديان المونولوجيست خفيف الدم وخفيف الظل إيلون ليفي، المتحدث المقال باسم الحكومة الإسرائيلية. شوف وتعلم الإفيهات الصحيحة. Why does Israel exist? Why do I need to give you an answer why Israel exists? Did you know Israel is one of the oldest sovereign states in the world and one of the most veteran democracies? Why are Israel and Gaza at war? Unfortunately, Gaza is controlled by a barbaric terrorist army called Hamas that on October 7th invaded Israel and burned, beheaded, butchered, and raped 1,200 Israelis. They took 253 hostages, and then they told us they want to do it again and again. So we're fighting, so Hamas can never do again and again, so we can bring those poor hostages home back now. Why is Israel committing genocide? Israel isn't committing genocide. مرة واحد أبوه بولندي، أمه أثيوبية، جده روسي، سته ألمانية، بس عنده حق شرعي بفلسطين، أقصد إسرائيل. مرة واحد عنده تأمين صحي وتعليم مجاني، بس الدولة اللي بتساعده عندها مشردين. مرة الجيش الأكثر أخلاقي بالعالم قتل طفل واعترف انه قتل طفل، ووزير بحكومة هذا الجيش طالب بمكافأة الجندي الذي قتل هذا الطفل. مع ذلك حكومات العالم المتحضرة لسه بتدعمه للقاتل مش للطفل. بس بتعرفوا شو أحلى نكتة انحكت هذا الأسبوع؟ النكتة تقول إنه أمريكا بدها تحظر تيك توك في أمريكا حتى تحمي الأمن القومي الأمريكي، لأنه الصين تتجسس على الأمريكيين من خلال تيك توك. قلتوا لي تجسس؟ اللي بيته من ميتا وفيسبوك ما يرميش التيك توك بحجارة. إذا في حدا بالعالم بتجسس علينا فهو فيسبوك ومارك. وهون أنا عندي سؤال، هو التجسس حرام على الصين حلال على أمريكا؟ نسأل السؤال ونترك الإجابة للشيخ علي جمعة. شايفين يا لانش بوكس هيك بنعمل الإفي؟ عاد تعرف يا نيكولاس أن حروف كلمة تجسس هي نفسها حروف كلمة جاستس بالإنجليزي، يعني عدالة، يعني العدالة في بعض الأحيان تحتاج بعض التجسس. وإنت من وين جايب هالكلام؟ من عمر الخيام. آه، هو عمر الخيام كان يحكي إنجليزي؟ اي، وكان يتكلم بعد فرنسي بعد. اي بعد، ومثل ما قال عمر الخيام: خالدي ادخل اخبار دقيقة في دقيقة ودقيقة في دقيقة. نفس الشيء. مساءكم مزين بألوان البطيخ. سافر وفد من البرلمان السوري إلى روسيا بهدف مراقبة نزاهة الانتخابات الروسية. اتهم وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش إدارة بايدن بتشويه صورة إسرائيل. قال الشيخ علي جمعة خلال حلقة من برنامجه نور الدين: من الوارد أن يلغي الله النار في الآخرة ويدخل كل الناس الجنة. صرح رئيس الشباك السابق خلال مقابلة تلفزيونية قائلا: لو كنت فلسطينيا لحاربت إسرائيل من أجل حريتي. خلال تجمع في واشنطن صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن قائلا: ثمة مرشح كبير في السن وغير مؤهل عقليا ليكون رئيسا، الرجل الآخر وأنا. خالدي، هالخبر صد؟ جاسم، كل الأخبار صد يا جاسم. نفس حق اللي طافت؟ لأنه أنا برمضان ما بقدر. وصايم أنت؟ طبعا. أشوف طلع لسانك. انهي انهي انهي، ما بقى شيء على الأذان. كان معكم أحمد الخالدي وأخبار دقيقة في دقيقة. شكرا خالدي. عسيرة خالدي، خالدي مواليد الثمانينات وأنا مواليد الثمانينات، يعني قبل 10 سنين من التسعينات. ليش بحكي هذا الكلام؟ شوفوا لي هذا المقطع أو المشهد من هذا المسلسل. لا، هو أنا بجد
بيها. هو احنا في التسعينات؟ قالوا زمان دنيا دنيا غرورة، وقلنا واللي تغره يخسر مصيره. قالوا الشيطان آخر ويلوم ألف صورة، قلنا ما يقدر علي خيره هي مش كانت السبعينات؟ متى صارت التسعينات؟ هي مالها التسعينات؟ مالها؟ هلأ إحنا صرنا مضرب مثل؟ صرنا عبرة؟ صرنا الرمز للتخلف والرجعية؟ إحنا؟ التسعينات؟ الميلينيومز؟ الجينزيز شاطرين يطلعوا لي إن هم ضد التنمر؟ أنتم ملوك التنمر؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا متنمرين. يا نيكولاس لا 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 تبكي، مش منيح لعمرك يا نيكولاس. هلأ بضرب الديسك. ديسك ولا فلوبي؟ نكتة لن يفهمها إلا جيل التسعينات. عسيرة مسلسلات رمضان، في مسلسل بعده مستمر معنا لليوم. لا مش باب الحارة، باب الحارة بعده مستمر بس مش جايين نحكي عنه. نحن جايين نحكي عن مسلسل الإجرام الصهيوني. مثل ما حكينا بحلقات سابقة، الاحتلال الإسرائيلي بيتبع مع العالم سياسة جس النبط، يعني بيعمل جريمة إذا العالم سكت عليها بيعمل جريمة غيرها. بيقصف مستشفى، العالم سكت بيقصف غير مستشفيات. بيعمل فخ لناس جوعانين، العالم سكت بيعمل بعض فخوخ لناس جوعانين. بيعمل مجزرة وبيقتل أطفال، العالم بيسكت بيقوم بيعمل كمان 14,000 مجزرة وبيقتل أطفال. بيغتصب نساء، بيعذب مدنيين، إلخ إلخ إلخ. كل ما العالم ساكت هو عم بعيد. آخر إبداعات إجرام الاحتلال هو اقتحام مستشفى الشفاء كمان مرة؟ إيه كمان مرة. نفسه مستشفى الشفاء اللي حكيوا إنه مقر لحركة حماس ومليان أنفاق، ودخلوا عليه وما طلعوا إلا بزرزلست وجمعة وخميس وأحد وعلبتين تمر. إيه نفسه. اقتحموا مجمع الشفاء كمان مرة، بس هيدي المرة اللي لقوه مختلف. دليل دامغ. بعد ما عملوا مجازر وإعدامات لأطفال ونساء ومدنيين وجرحى وممرضين وأطباء، لقوا دليل قاطع ما بيقبل الشك. لقوا مصاري موجودة بصندوق مكتوب عليه هدية مقدمة من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، كان ناقص بس إكس أو تحت. هنا كثيفة. أكتب لكم بالأحمر علامة الحب الأكبر حماس والجهاد، أكتب لكم بالرصاص علامة حب الذي لا يقاس جهاد وحماس. هالمرة بدلوها، نكتب لكم بالمقلوب علامة الحب في القلوب. هيك بيعملون. لكل داء دواء يستطب به، إلا الحماقة أعيت من يداويها. عمر الخيام. إضافة لجرائم الاحتلال ومجازره اللي بيعملها بغزة كل يوم، في تجويعهم لأهل غزة في رمضان اللي من سيء لأسوأ. الجوع وصل بغزة لدرجة إنه اليونيسف طلعوا وحكوا إنه أطفال غزة جوعة لدرجة ما عندهم طاقة يبكوا. يعني في طفل جوعان لدرجة بطل عنده طاقة يعبر عن إيش حاسس بالبكاء. وصلت. لنا لقاء آخر، أترككم مع هاي الأمريكية اللي قصت صفوا بيتها في غزة. As an American, living in Gaza, I feel that all the Arabs in the world should be here helping, not just me. I feel like I'm the only foreigner in Gaza right now, and I would never leave, because if Israel's going to take all of Gaza or all of Palestine, that they want everyone to leave. That's why I stayed. Because I don't want them to take Palestine.